بالراحة يا عم درويش. عمك درويش مين يا ده؟ انا ماهر. لا مؤاخذة لا مؤاخذة، الناس دول بقالهم سنة ما اتحرشوش بحد. انا جاي الوش يفتاء. انا اعرف بس مين اللي قال كلمة حرامي. معلش معلش يا بتاح، ولاد الحرام كتير. بالراحة عليه يا بابا، بتاح بشرته حساسة. بص بقى يا عم درويش، جايبالك حتة دين طبق فيه الخلاصة كلها. اتفضل يا عم درويش. ايه ده؟ مهلبية؟ لا ده تشيز كيك. نعم اخويا؟ كل ده هيعجبك قوي. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم يا رب. ده ريحته فنيك. فنيك؟ يبقى انت زودت السينامون. زودت ايه؟ السينامون. ما قلت لك بلاش سينامون. اخصى على كده. هات يا عم درويش هجيب لك حاجه تانية. عندي بقى جوه، بص يا عم درويش، حته الدين قبل طرط بقى، بس ايه؟ يهبل يا عم درويش يهبل. هات يا عم درويش. ليه كده؟ انت بتعملي فيهم كده ليه؟ مش خايفه على صحتهم؟ اهي بتتسلى. المهم طمني، انت هتقابل بنت الوزير قريب؟ والله ما انا عارف يا ماهر. انا حاسس ان البت ارتاحت لي، ارتاحت لي قوي يعني. بس انا خايف من البهدله، البهدله اللي اتبهدلناها دي مش عايز اتبهدلها مره تانيه. طب المهم اتفقتوا على مقنة تقابلوا فيها؟ يا راجل يا راجل، حسن ملفظك يا راجل، حول لي بنت وزيره قابلك في مقنة، ده كلام يا ماهر؟ طب معلش خلاص، ببلاش قد المقام، ما انت بتقابل وزيرات وبنت وزيرات. بقول لك ايه، قوم يا ماهر، قوم يلا قوم، قوم اتكل على الله. وروح فين؟ قوم روح الحمام، هديك مزنوق مش واخد بالك. قوم قوم يا ماهر، قوم. مقنة ده ألف سلامة بتاع. ألف سلامة. بالراحة يا عم درويش بالراحة. ألف سلامة حبيبي. بالك هذا شاب، حتة الحشيش دي ما تدخلكوش السجن، عادي تمشي تعاطي، بس أنا ما أعملهاش. قول لي ليه؟ لما تكمل أنت من غير ما أقول لك ليه. أقول لك ليه؟ عشان أنا مش ندل، مش كده ولا إيه يا نبو؟ لا لا، إيه يا خضر؟ ده أنت ابن أصول. عارف بقى مين الندل؟ الندل اللي يخلق ويورط حبايب من وراه بلاويه. النادل اللي مقرطصهم بقالهم 20 سنة. عم درويش مقرطصناش يا خضر. اديك انت اللي قلت درويش، انا ما قلتش حاجة. يعني انت عارف ان جواك ان هو ند بس مش عايز تعترف. يا دي عبيد. يا دي عبيد، ده شغال في تنظيمات. عارف يعني ايه تنظيمات؟ يعني فلوس وتمويل وبلاوي سودة، ده متخصص رؤساء ووزراء. عارف المحل اللي شغال انت فيه؟ ده برافان. لا ده سايبر. ماشي سايبر. ده عامله عشان يقلع ويلبس من وراه براحته. عشان انتوا اصلكوا شوية سذج. انتوا يا نبوي شوية سذج يا حبيبي. لا انا ماليش دعوة، انا مش سذج انا. ها لو انت سذج يبقى انا مش سذج. وبعدين لو عم درويش زي ما انت بتقول عليه كده خلاص هروح لحاله. لا راح لحاله دي مش لخضر، اللي راح نجيبوه. وانا عارف ان انت ليك سكة معاه. انت تقوم زي الباشا كده تعلق لنا على الشاي وترجع تترمي في حضن خضرة حبيبك وتفضفض له بدل عليا النعمة، معلقك في تلاجة الاسم وسقسقك في شاي المأمور. انتوا شايفيننا بصمات بقى، شهاب بالسمسم ونبوي بالعجوه، فيها يا عم خدمه تتعامل معانا على اننا بني ادمين زيك؟ يا ابني قول له على كل حاجه، ده راجل سو. بتقول له يا نبو؟ بضغط عليه عشان يعترف. من الاخر كده من غير الجو البوليسي ده، انت راجل قاعد في بيتنا، هات لنا الكلام كده راجل لراجل وقول لي عايز مني ايه بالاخر يا خضر. دروش ما كلمكش من ساعه ما هرب؟ كلمني. منين؟ من الموبايل. ايوه رقم الموبايل ايه يا لطيف؟ معرفش. انت تستقبل يلا؟ هو ما قاليش. ماشي، هات الرقم اللي كلمك منه وانا هشوفه بمعرفتي. وانتوا عندكم الخاصيه دي تشوف الرقم تعرفوا مكان الرقم؟ استغفر الله العظيم يا رب. هتجيب الرقم يا ابني ولا نعلق الشاي؟ طبعا كريم ما صدقش الحكايه اللي انت حكيتيها دي. لو كان صدق كنت هشك انه ظابط. امال ايه اللي حصل بقى؟ مفيش حاجة، قابلت الراجل وقعدت معاه ساعتين بيحاول يثبت لي فيهم ان هو بريء. وايه دليل براءته؟ معتب بتاع ماما. هو اللي سرقه؟ على حسب كلامه هو اللي خده من اللي سرقه وكان عايز يرجعه لماما. طب وفين التاني؟ ادهولك؟ لا، ما جابوش وهو جاي، خايف. ايه التهريج ده؟ مش فاهم انت ازاي مصدقة الراجل ده، بيضحك عليكي. على فكرة أنا ما قلتش إن أنا مصدقاه، إيه؟ أنا بس كنت عايزة أعرف آخره إيه. ناوية تعملي ايه؟ بتبصيلي كده ليه؟ لا انت لو بتفكري تزعلي عشان انا بلغت كريم
يبقى من باب اولى بقى تعتذري لي على التصرف الغريب اللي اتصرفت بيه. عرضت نفسك للخطر وخليتيني ميت من القلق عليكي. ماشي يا حازم، انا تعبانه دلوقتي وعايزه انام، لما هفكر هقول لك انا هعمل ايه. تصبح على خير. انت من اهله. جاد تعالى. سفولة زميل. زميل مين يا روح امك؟ انت هتصاحبني؟ اتاخرت ليه؟ يا باشا كل تاخيره وفيه اخيره. انا لقيت لك بقى الخيط المتين، فاضل بس سعادتك تحط ايدك فيه وتكر. خلص معاك ايه؟ يا باشا لا مؤاخذه الكلام ده ما ينفعش في التليفون. انا مش تلامسه. ده لا ينفع لا في التليفون ولا مع الكبير، الكلام ده عايز لأكبر منه. بطل راغي، عايز ايه من الآخر؟ البص بتاعك ويجي يقابل حبيب قلبك خضر. نشربوا القهوة سوا، ألاقي معلم معايا يلمني هو على الشاي بتاعي، ما تقبل يالا. ده مؤاخذة يا باشا مش ليك. أنت عبيط يالا. اللي أنت عايز تقابله ده ما ينزلش لأمثالك، بقول لك إيه عشان نقصر. أنت بكرة الساعة 9 الصبح تكون في القاهرة عندي. أول ما توصل تكلمني هقول لك نتقابل فين ونتفاهم، ولا تحب أنا أبعت أجيبك؟ لا يا باشا ما تشغلش بالك. بقول لسعادتك ايه يا باشا؟ ممكن بس بعد اذنك نخليها يعني 10 10 ونص؟ اصل انا لا مؤاخذه بصحى واخري. سلام. معفن. عيد العفريت. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد العفريت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عيد العفريت. لا 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 كده مش هينفع، كده مش هينفع، كده مش هينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. ماهر، ماهر. خير يا درويش يا اخويا؟ عايز حاجة؟ عايز مصحف. نعم. ها؟ نعم أؤمر. مصحف يا ماهر، مصحف. آه طيب نام، نام دلوقتي، الصباح رباح، ربنا يهديك. بكره الصبح المحلات تفتح اجيب لك اللي انت عايزه. محلات ايه اللي تفتح وتجيب اللي انت عايزه؟ وانا بقول لك هات كيس شيبسي. مصحف، ما عندكش مصحف؟ الراجل شيخ الجامع شبط فيه فقلت اسيبه له بركه يعني. انت عايزه ليه؟ عايزه ليه؟ يعني ايه عايزه ليه؟ مصحف؟ هكون عايزه ليه يعني؟ ما عندكش مصحف في بيتك يا جاحد؟ الإيمان في القلب يا أخويا. لا مؤمن، لا تقي، يا ورع. طب قول لي أنت محتاج صورة إيه وأنا أسمعها وأنا أصرف لك فيها دلوقتي يعني. تكفى يا رب. خش 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 نام. خش نام والله لا سيرة. صورة إيه تصرف لي فيها؟ خد يا عم درويش المصحف بتاعه. الله يخليك يا معجزة، أشكرك، متشكر جدا. بس أمانة عليك، أمانة عليك ما تشيل العلامة اللي أنا واقفة عندها. حاضر يا حبيبتي، مش هشيلها طبعا، مش هشيلها. تعلم من بنتك يا اخي، تعلم منها فعلا والله. يخلق من ظهر الفاسد مؤمن. ما هي دي المعجزه. انت بتهزر، انت بتهزر يا ماهر. انا عايز اعرف انت توبت ازاي بجد بقى. قول لي انت توبت ازاي؟ ايه حلفت على مجله نيكي ما انتش راجع للحرام تاني؟ الاعماله بالنيات. بتهزر؟ اعمال بالنيات ايه؟ اعمال شوف انت زمانية جهنم هيقطعوا من لحمك كده زي سيخ الشاورما، بس اكيد كلهم هيبقوا اصحابك. خش 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 نام، خش نام يا ماهر، خش نام والله لا سيرك. مصحف شيبسي مصحف. جبت منين يا بنت المصحف؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله العظيم. الحمد لله. استغفر الله العظيم. ايوه درويش، بس انت شايف انك مأمن نفسك في الموضوع ده يعني؟ ولو مش مأمن هتفرق ايه يعني؟ ده اخر امل عندي. ايوه يا استاذة، ركزي حضرتك في اللي هقولهولك كويس قوي. انا هقابلك النهارده الساعه 8 بالليل، هتركيني عربيتي في جراش العتبه وتتمشي شويه لحد كلود بيه، وفي زحمه المحلات تزوغي من اي حد مراقبك، تسالي على لوكانده المنتزه الكبرى، اللي يسالك تقولي له طالعه للمقدس بولس، أوضة 15 فوق. أنا هكون مستنيكي هناك. أنا آسف، بس دي أأمن طريقة نتقابل بيها. خلي بالك من نفسك.